ضجة في مواقع التواصل، لماذا هذه الضجة جاءت تحديدا؟ بسبب ما جاء في خطبة الجمعة للممثل الذي يمثل المرجعية، أو عفوا ممثل المرجعية أحمد الصافي، الذي قال إن فقر الناس في الدنيا لا يهم، وفي الوقت نفسه قال رواد مواقع التواصل إن هذا الشخص الذي يتحدث عن الزهد، يقصدون طبعا ممثل المرجعية أحمد الصافي، قالوا إنه يمتلك المليارات والقصور إلى جانب عدد من معامل الاستثمار في الخارج. مقارنة بين كلام الصافي ومقطع مسرحي للممثل عادل إمام قام به نشطاء مواقع التواصل، دعونا نشاهد الآن ثم نذهب إلى التعليقات. الناس فقراء في الدنيا لا يهم، لكن عندما يكون الإنسان فقيرا في الآخرة هذه الخسارة التي ليست بعدها خسارة. إنسان يفتقر يقلب يمينه لا عمل، يقلب شماله لا عمل، رحمة الله تعالى هو أبعد نفسه عنها. الشعب لابد أن يكون فقير، الفقراء يدخلون الجنة. من يريد أن يعيش سعيدا فليموت، ولكننا بالمرصاد نتطور الشعب الجميل عريضه بريليه السعيد. 90 من التوسع الليبرالية من الأنبار.